مرحبا بكم في جامعة فيكتوريا يوفيك. تقع مكتبتنا الرئيسية مكتبة ماكفيرسون في مركز ويليام سي ميرنز التعليمي، وتوفر هذه المكتبة إمكانية الوصول إلى مصادر غنية بالمعلومات الأكاديمية بأطر وأشكال مختلفة، بالإضافة إلى التدريب والخدمات التي تهدف لدعم دراستكم في جامعة فيكتوريا. ما الذي يمكنكم عمله في المكتبة؟ البحث عن المصادر. يمكنكم استخدام الرابط UVic Libraries أو Main Library Catalog للبحث عن كتب ومجلات وبيانات ومواد سمعية وبصرية ومصادر إلكترونية وغيرها. إذا وجدتم مصدراً ما، فستحتاجون إلى التأكد من توفره وتدوين رقم المصدر لتحديد مكانه في المكتبة. وبالنسبة للمصادر الإلكترونية، فإن الرابط الإلكتروني سيوجهكم إلى صفحة المحتوى المطلوب. أما بالنسبة للمقالات المنشورة في المجلات Journal Articles، فيمكن الوصول إليها من خلال قواعد البيانات ذات الصلة بالموضوع Subject Related Databases. كما يمكنكم الوصول إلى هذه المصادر من خارج حرم الجامعة باستخدام الاسم وكلمة المرور الخاصة بكم. البحث في رفوف المكتبة. إن الكتب والمجلات مرتبة في الرفوف حسب الموضوعات ذات العلاقة، مما يسهل عملية التصفح وفقاً لمجالات اهتماماتكم. أما إذا كنتم تبحثون عن قواميس وموسوعات أو خرائط، فبإمكانكم التوجه إلى زاوية الخرائط والمراجع. يرجى عدم إعادة المواد إلى الرفوف. يمكنكم استخدام رابط الاستعارة Borrowing Information لمعرفة عدد المصادر أو المواد التي تستطيعون استعارتها ومدة الاستعارة، ويمكنكم تمديد فترة الاستعارة إذا لم يتقدم غيركم بطلبها. وبالنسبة لاستعارة أقراص المواد السمعية البصرية CDs وDVDs، فبإمكانكم التوجه إلى زاوية الموسيقى والإعلام. استعارة مواد غير متوفرة لدى جامعة فيكتوريا، بإمكانكم استخدام رابط الإعارة بين المكتبات Interlibrary Loan لاستعارة مصادر من مكتبات أخرى، مع ملاحظة أن تكون عناوين المصادر المطلوبة بالأبجدية الرومانية. لدينا الكثير من المساحات المخصصة للدراسة، ويمكنكم حجز غرفة دراسة لاجتماعات فرق العمل. وإذا كنتم من طلاب الدراسات العليا، فيمكنكم حجز مقصورة دراسة. قد يقوم الأستاذ في الجامعة بحجز مجموعة كتب أو مقالات للمقررات التي ستدرسونها، يمكنكم الوصول إليها عن طريق رابط المحجوزات On Reserve. يمكنكم الحصول على المساعدة من قبل الموظفين في قسم الدعم داخل المكتبة فيما يتعلق باستخدام الكمبيوترات والطابعات وآلات التصوير. الحصول على مساعدة أكاديمية. توفر زاوية التعلم العامة في المكتبة برامج للدعم في الكتابة الأكاديمية والمساعدة على التعلم، ويمكنكم حجز مواعيد مع المساعدين عبر الإنترنت. كيفية القيام بإجراء بحث أكاديمي. توفر أدوات البحث الخاصة بمكتبة الجامعة UVic Libraries Research Toolkit مجموعة من الإرشادات المتعلقة بعملية إجراء البحث الأكاديمي ومهاراته الأساسية. يمكنكم استخدام الرابط Subject Guides لإيجاد مصادر رئيسية متعلقة بموضوعكم. يمكنكم أيضاً حجز موعد مع أمين مكتبة في مجال تخصصكم للحصول على المزيد من المساعدة المكثفة. إرشادات وأدوات متعددة لإدارة الفهرسة، الاستشهاد، الاقتباس متاحة في الرابط Citation Guides. نتمنى لكم تجربة ممتعة وناجحة في جامعة فيكتوريا.